أهلا بكم. المذنب 3 اي أطلس ومنذ ظهوره من شهور هو بيأسر خيال العلماء والناس. ثالث جسم بالنجمي يخترق مجموعتنا الشمسية بعد أوموموا في 2017 وبيريسوف في 2019. مذنب بالنجمي غريب بانحراف مداري هو الأعلى تقريبا 6.1 بينما كان أوموموا انحراف 1.2 وبوريسوف 3.6. أسرع كتير من أوموموا اللي سرعته 26 كيلومتر لكل ثانية وبوريسوف اللي كان 32 كيلومتر لكل ثانية. مذنب جاي من الفضاء البعيد من اتجاه كوكبة القوس، الكوكبة الموجودة في منظرنا في قلب مجرة درب التبانة، وده اللي خلى اكتشافه المبكر صعب بسبب سطوع خلفية الكوكبة في المنطقة دي. المذنب كان خافت جدا وسط هذا الوهج. تم رصد المذنب في أول يوليو اللي فات 2025، وتم تأكيد أنه من خارج مجموعتنا الشمسية بسبب مداره الغريب اللي بيبين عدم تأثره بجاذبية الشمس كمذنباتنا، إنما تأثيرها عليه خلاه يسير في مدار القطع الزائد اللي بالتالي هيخليه يغادر مجموعتنا الشمسية في العام 2026. طب إيه الجديد؟ وإحنا اتكلمنا قبل كده عن المذنب ده في أكتر من فيديو. النهاردة حابب أتكلم معاكم إيه اللي حصل للمذنب بعد ما قرب للشمس. اخبط اللايك الجميل اللي بيحفزنا وتابع معانا خلال الدقايق اللي جاية شوية ألغاز جديدة وحل ألغاز سابقة. ياريت لو ما شفتش الفيديوهات السابقة ترجع ليها علشان مش هكرر الحاجات والبيانات اللي قلتها عن المذنب ده قبل كده. كان البعض بيتوقع أن المذنب هيتفتت وينفجر وتبتلع الشمس أو يتناثر في الفضاء ويشكل لنا مثلا زخة من الشهب اللي ممكن تضرب الأرض ولا تشكل أي خطورة. في 29 أكتوبر الماضي اقترب المذنب 3 اي أطلس من الشمس ووصل لأقرب نقطة للشمس وتعرض لأعلى درجات الحرارة والإشعاع الشمسي، وكانت المفاجآت بقى مش مفاجأة واحدة. زاد سطوع المذنب الأيام اللي فاتت بشكل هائل، وده بيدل على انبعاثات ضخمة وكبيرة من الغاز والغبار. كمان زادت سرعة المذنب بشكل غير اعتيادي وغير متوقع. المذنب اللي كان بيسافر بسرعة 240 ألف كيلومتر في الساعة كان بيكتسب سرعة إضافية قدرها العلماء بنحو 94 كيلومتر في اليوم المربع، وكأن قوة غامضة هي اللي بتحركه بالسرعة ديت غير قوة الجاذبية الشمسية. كمان اتغير لون المذنب للمرة الثالثة. كان في الأول لونه محايد مايل للأحمر، وبعدين بقى لونه أخضر، وعرفنا ليه تغير اللون دوت من الأحمر إلى الأخضر في الفيديوهات السابقة. إنما تحول الأول مرة لما قرب للشمس إلى اللون الأزرق. عادة المذنبات لما بتقرب من الشمس بتسخن وبيتبخر الغبار وبتبقى مايلة للحمرة أو الإصفرار مش اللون الأزرق الساخن. وكأن المذنب 3 اي أطلس لما قرب من الشمس وكأنه كرة تلج معدنية بتلمع أكتر لكل لما تقرب من الشمس، وده ما حصلش في كل المذنبات السابقة اللي احنا شفناها قبل كده. حصلت حاجة غريبة تانية، كمية الغاز والغبار اللي انتجها المذنب ضخمة جدا وغير مبررة بالنسبة لحجمه. تخيل الكمية وصلت ل 2 مليون كيلو جرام في الثانية الواحدة. ايه الطاقة الجبارة اللي تخلي المذنب يغزف كل هذه الكمية من الغبار؟ هل طاقة الشمس هي اللي عملت كده؟ قالك لا، الشمس كانت بتوفر للمذنب 700 جول من الطاقة لكل متر مربع في الثانية. الانبعاث الكبير للغبار بيتطلب مساحة سطح ضخمة جدا. حسب العلماء ومنهم العالم المثير للجدل أفيلوب ان المساحة المفترضة حسبوها كده ولقيوها 14 كيلومتر. طبعا كلكم فاكرين في فيديوهاتنا السابقة ان التلسكوب هابل كان رجح بان قطر نواة المذنب تقريبا لا تتعدى 6 كيلومتر في اقصى حد، وان الحد الادنى ممكن يكون 440 متر فقط. وبالرغم من المساحة التقديرية اللي قالها تلسكوب هابل الا انه يظل المذنب ضخم جدا. لكن أفيلوب والعلماء قالوا ان انبعاثات الغبار ديت بتؤكد حاجتين، يا اما المذنب اضخم واكبر من اللي اظهرته لينا صور تلسكوب هابل وانه ممكن يكون 14 كيلومتر، او ان في شيء تاني غير طبيعي هو اللي بينتج كمية الغبار الضخمة دي. بكده في فرق كبير بين الحجم اللي استنتجناه من انبعاث الغبار وحجمه أثناء التصوير من تلسكوب هابل. العلماء قالوا إن علشان نفسر ده فمفيش غير حل طبيعي واحد، المذنب لما قرب من الشمس اتفكك واتفتت لملايين القطع
اللي ما زالت متماسكة بشكل معين رغم عملية التفتت الجزئية. عملية التفتت دي زودت مساحة وحجم المذنب وخلت كتير من مساحته معرضة للشمس والإشعاع الشمسي، وده زود عملية تبخر المواد من عليه. بالرغم من ان الفرضية دي قدمت حل لمشكلة عدم التوازن بين الطاقة وانبعاث الغبار وحجم المذنب اللي رصده تلسكوب هابل، بس ظهرت مشكلة تانية خلت الفرضية دي ممكن تكون غير سليمة. المذنب اتحول للون الازرق زي ما قلنا، وده بيقول لنا ان المركبات اللي على سطح المذنب تميل للمعدنية اكتر، وطبعا دي صفة غير متوقعة في المذنبات البين نجمية اللي جاية من مناطق بعيدة في الفضاء، وكان بيتوقع العلماء انها تكون اجسام جليدية بامتياز. طبعا التحليل الطيفي اللي اتكلمنا عليه قبل كده كشف عن نسب غريبة من مركبات الكربون ونسب اغرب من مركبات النيكل والحديد، مختلفة تماما عن اي مذنب من مذنبات مجموعتنا الشمسية. بالتالي التعرض للتفتت في وجود مواد معدنية بيقلل من فرص انبعاث الغبار والغاز بالكمية الرهيبة دي، 2 مليون كيلو جرام في الثانية الواحدة. منين جت بقى النفاثات دي؟ الشيء الثالث الغريب اللي تم رصده خلال الأيام اللي فاتت هو التسارع الغير منطقي. طبعا التسارع في المذنبات بينشأ لما تقرب من الشمس وبينتج عن قوة الدفع الناتجة عن انبعاث الغازات والغبار بشكل غير متماثل من سطح المذنب. طبعا نمط التسارع ده موجود في المذنب 3i أطلس برضو، ولكن بشكل غير طبيعي وغير مألوف. لما قرب من الشمس زادت سرعته بمعدل 94 كيلومتر في اليوم المربع، وبالتالي أظهرت حركة المذنب تحولات، أي نعم صغيرة ولكنها غير منتظمة، أربكت النماذج اللي عملوها العلماء للمسارات المدارية للمذنب. طيب لو كان المذنب اتفكك وتفتت لملايين القطع الصغيرة زي ما قالوا علشان يحلوا لغز انبعاثات الغبار الضخمة اللي اترصدت، المفروض بقى يكون في سحابة عشوائية من الحطام المنتشر حوالين المذنب. لكن الراصدين الفلكيين مايكل باتنر وفرانك نيبلينج، دول راصدين من الجمعية الفلكية البريطانية، رصدوا في 9 نوفمبر الجاري 2025 وتحديدا بعد 11 يوم من مرور المذنب لأقرب نقطة ليه للشمس، الفلكيين دول رصدوا مش سحابة فوضوية من الغاز والغبار، إنما هياكل منظمة بشكل مدهش وغير متوقع. 7 تكوينات نفاثة منفصلة منطلقة من جسم المذنب، منظمة هندسيا بشكل مبهر وليها أنماط توجه دقيقة ومنضبطة. كمان رصدوا الديل المضاد المتجه ناحية الشمس واللي بيمتد مسافة 950 ألف كيلومتر، وده شيء بيتحدى ديناميكيات الرياح الشمسية اللي المفروض تخلي اتجاه الزيل عكس اتجاه المذنب ناحية الشمس. طبعا الديل الرئيسي للمذنب يمتد خلفه مسافة 3 ملايين كيلومتر تقريبا. طبعا ظهر اتجاهين لتفسير الظواهر الجديدة ديت للمذنب كالعادة، والاتجاهين دول بالمناسبة موجودين من شهور من بدري من ساعة مظهر المذنب. بالنسبة للي اتكلمنا عنه النهاردة، الاتجاه الاغلب للعلماء انه حصل تفكك كارثي طبيعي للمذنب. طبعا فرضيتهم بتقول ان المذنب دوت ما اصبحش جسم واحد وانه تفتت لقطع كتيرة ما زالت متماسكة، بس التفكك ده ادى لزيادة مساحة السطح وبالتالي توغل اكبر لاشعة الشمس وتبخير اكبر للمواد وانبعاث ضخم للغاز والغبار هو اللي بنرصده حاليا، وده بيحل التناقض بين حجم النواة وكمية الطاقة الرهيبة اللي هي ازيد من حجم النواة. لكن جماعة أفيلوب واللي معاه بيقولوا لا يا عم، ما ينفعش نقول كده بالفم المليان. الصور اللي التقطها الفلكيان البريطانيان اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية أظهرت هياكل نفس منتظمة من المذنب بدل من غبار وحطام متناثر، وإن سبب النفاثات السبعة اللي اتصورت هي أنظمة صاروخية خفية متقدمة موجودة في المذنب بتنتج بسرعة عالية وبكتلة وقود أقل، نفاثات منظمة هندسيا مش ممكن تكون طبيعية. كل ده قلب المجتمع العلمي حرفيا، منتظرين تفسيرات علمية دقيقة ومتابعات رصد عميقة. نافذة الرصد الخاصة بالمذنب قليلة، معانا أسابيع قليلة قبل ما يغادرنا المذنب 3i أطلس وللأبد، وعلشان كده تم تصميم حملة رصد مكبرة وواسعة من شبكة الإنذار الدولي للكويكبات IAWN بين نوفمبر وديسمبر، أقرب زمن هيقرب لي المذنب من الأرض، والمتابعة حتى يناير القادم، وهتستمر المتابعة السنوية لغاية مارس أقرب نقطة هيوصل فيها المذنب لكوكب المشتري. أما بخصوص الفيديو اللي انتشر جدا لصور بتصور المذنب والموجود على منصة إكس، الصورة اللي أظهرت جسم بيتوهج وبيتحرك بشكل انسيابي وخلت الناس تصدق ان هو دوت المذنب 3i أطلس وانه كمان سفينة فضائية، لكن الحقيقة ان الصورة ديت
مش للمذنب، وإنما بحد قول عالم الأحياء الدقيقة البروفيسور جاك جيلبرت. فالفيديو الخاص بكائن وحيد الخلية الباراميسيوم اللي تم تصويره دوت تحت المجهر. طبعا قصة زي ديت بتبرز مدى سهولة انتشار المعلومات المضللة، وبتأكد لينا على أهمية إن احنا نختار المصادر الموثوقة زي وكالات الفضاء الدولية والمراصد الفلكية الرسمية. كمان جيمس ويب فجر مفاجأة كبيرة في قصة رصده الأخيرة خلال الأسابيع اللي فاتت للمذنب. كشفت بيانات جيمس ويب الأخيرة إن المذنب 3 آي أطلس بيمتلك قشرة سميكة جدا بيصعب اختراقها، قشرة عمقها ما بين 15 إلى 20 متر. القشرة دي تتكونت على مدى مليارات السنين نتيجة تعرض المذنب وأثناء سفره في الفضاء لقصف الإشعاع الكوني جالاكتيك كوزميك رايز. الاكتشاف ده بيمثل نقلة نوعية كبيرة جدا لعلماء الفلك، بل بيضرب في بدهيات موجودة في علم المذنبات. ده بيقول لنا إن الغازات اللي بنشوفها في المذنبات الناشطة هي مش مواد نقية، إنما مواد بتطلع من السطح اتعرضت عبر ملايين السنين لقصف الإشعاع الكوني اللي أكيد بالضرورة غير في التركيبة الكيميائية في المذنب. وده حل لغز نسبة ثاني أكسيد الكربون العالية في المذنب 3 آي أطلس اللي كانت لغز وتم حلها بالقشرة السميكة الموجودة في المذنب واللي رصدها تلسكوب جيمس ويب. وبكده ممكن نقول ان المذنبات دي مش كبسولات زمنية بتحفظ المواد الاولية اللي كونت الانظمة النجمية، انما غبار بيطلع من سطح مذنب معالج كيميائيا بالاشعاع الكوني. طيب هل في النهاية المذنب دوت زائر كوني طبيعي ام تقنية فضائية؟ المذنب 3 آي أطلس مش مجرد صخرة عابرة يا إخوانا، ده مختبر كوني حقيقي في نافذة كونية اتفتحت لينا ولشهور قليلة. مذنب يتحدى كل اللي نعرفه في معرفنا السابقة عن المذنبات وبالأخص الزوار من خارج مجموعتنا الشمسية. حملة الرصد المنظمة للمذنب هتستمر في جمع البيانات الهامة والمحورية خلال الفترة اللي جاية. وبينما يختفي 3 آي أطلس عن الأنظار هيسيب وراء ملايين من الصور والبيانات وأسئلة جوهرية في التفكير، وكم رسول تاني هيجي من خارج مجموعتنا الشمسية وهنقدر نرصده خلال الفترة اللي جاية اللي ربما تكون شهور قليلة بالمناسبة، وإيه اللي هيكشفه كمان الزائر الجديد ده. شكرا لكم على المتابعة، كان فيديو خفيف من فيديوهات عاجل إنفوسفير. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة الخفيفة دي. اشترك في القناة لو كنت مش مشترك، وانضم لأعضاء القناة علشان تتابع فيديوهاتنا قبل ما يتم نشرها. دعمكم لقناة هادفة إن شاء الله هيكون خطوة كويسة لنشر العلم الرصين ودعم كبير للشباب المحب للعلم الشغوف بالمعرفة. وطبعا احنا رجعنا حلقة عاجل إنفوسفير، لو كانت عجبتكم ممكن نعمل حلقات زي كده بتكون الحلقة 10 دقائق أو 8 دقائق على أقصى تقدير، مثلا 12 دقيقة. إذا كانت عجبتكم هذه الحلقة وحابين نتناول الأخبار الفلكية والفضائية المتعلقة بعلوم الفضاء والفلك بسرعة وبفيديو سريع، اكتبوا لنا في التعليقات وإحنا إن شاء الله نكرر مثل هذه الحلقات. وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في عاجل إنفوسفير. تحياتي محمد ثامسليم، سلام عليكم.